رغم أن جنكيز خان كان يعرف باسم قاهر العالم وكان رجلا وحشيا محاربا بارعا حاكما وعبقريا، استطاع تأسيس إمبراطوريته من الصفر لتصبح أكبر إمبراطورية عرفها العالم. إلا أن الرجل كان مزواجا أيضا، كان لدى جنكيز خان 6 زوجات فضلا عن قرابة 500 محظية، وهذا طبعا ما يفسر أن نسبة لا يستهان بها اليوم من تعداد البشر هم في الحقيقة أحفاد لهذا الزعيم المغولي. وعن النساء في حياة جنكيز خان سيكون أعزائي هذا الفيديو من قناتنا منارت ثقافة. قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. كان جنكيز خان مولعا بالنساء وكانت لديه معايير صارمة في اختيار نسائه، فقد احتفظ لنفسه بأجمل النساء على طول وعرض الإمبراطورية التي حكمها. كان جنكيز يشترط أن تكون محظياته ذوات أنف صغير وشعر طويل وصوت جميل. ووفقا لعدة مؤرخين فقد كان جنكيز خان يقيم جمال المحظيات بالنقاط، فيحتفظ بصاحبات النقاط الأعلى ويترك اللواتي يحصلن على نقاط أقل لمساعديه. بالإضافة إلى هذا كان جنكيز يعاشر بنات وزوجات أعدائه المهزومين من الحكام والملوك. يعتقد الكثيرون أن هذا القائد كان يملك براعة جنسية غير عادية، فقد كان وفقا لشهادات جنوده يعاشر عدة نساء في الليلة الواحدة. وسواء كان هذا الاعتقاد السائد صحيحا أم لا، فإنه مما لا شك فيه لم يستطع شخص آخر إنجاب هذا العدد الهائل من الأطفال كما فعل جنكيز خان، حيث أن 0.5% من سكان الأرض هم من أحفاد جنكيز خان. واصل أبناؤه الذين حكموا بعده على نفس نهجه، حيث أنجب ولده توشي 40 ابنا، فيما كان لحفيده كوبلاي خان 22 ابنا شرعيا، وكان يضيف 30 عذراء إلى حريمه كل عام. وعلى الرغم من كثرة المحظيات في حياة جنكيز خان، بالإضافة طبعا إلى حالات الاغتصاب التي تعرضت لها نساء أعدائه، إلا أنه على الجانب الآخر أظهر الحب والاحترام لزوجاته، حيث كانت زوجته الأولى بورتي واحدة من أفضل النساء لديه، تزوجها عندما كان في 16 من عمره بينما كانت هي في 10 فقط. في ذلك الوقت كان من الشائع في سهول المغول اختطاف نساء القبائل الأخرى، وبعد فترة من زواج جنكيز خان وبورتي قامت قبيلة منافسة باختطاف زوجة جنكيز خان. احتجزت بورتي في هذه القبيلة لمدة 8 أشهر، وقد تعرضت خلالها للاغتصاب عدة مرات قبل أن يتمكن جنكيز الشاب من إنقاذ زوجته من أيدي خاطفيها. بعد ذلك بفترة وجيزة أنجبت بورتي صبيا، إلا أن جنكيز خان اعترف بهذا الصبي كابن شرعي له على الرغم من الاعتقاد السائد بأنه ليس ابنه حقا. كان جنكيز خان يحترم رأي بورتي ويستشيرها في كثير من الأمور، ولذلك فقد أصبحت إلى جانبه الإمبراطورة الكبرى للإمبراطورية المغولية. أغرم جنكيز خان بزوجته الثانية خولان أيضا، حيث رافقته في عدة حملات عسكرية. تزوج أميرتين من التتار بعد أن قتل والديهما في إحدى معاركه، ووصل عدد زوجاته في النهاية إلى 6 زوجات. وعندما نتحدث عن النساء في حياة جنكيز خان لا يجب أن نغفل عن ذكر بناته اللواتي كان لهن دور رئيسي في تحالفاته العسكرية وفي توسع مملكته، حيث اتبع جنكيز خان استراتيجية تقتضي بتزويج بناته من حكام القبائل المجاورة، ومن ثم إرسال هؤلاء الحكام للقتال في الصفوف الأمامية في معاركه التوسعية. بالتأكيد غالبا ما يكون الموت هو مصير أصهار جنكيز خان، وبالنسبة له كانت تلك هي النتيجة المرجوة تماما، فبعد موت الأصهار تستلم بنات جنكيز خان الحكم مكان أزواجهن، وبذلك يعزز القائد المغولي حكمه من خلالهن. وتماما كما كان العنصر النسائي حاضرا بقوة في حياة جنكيز خان، فقد كان حاضرا أيضا في نهايته وموته، حيث تقول الأسطورة أن نهاية جنكيز خان كانت بسبب الإخصاء على يد إحدى الأميرات اللواتي احتجزهن كغنيمة حرب. ففي سنة 1226 عاد جنكيز خان من بلاد فارس لسحق تمرد التنغوت في الصين، إذ تمكنت العائلة المالكة التنغوتية من استعادة استقلالها بينما كان جنكيز بعيدا. وخلال الليلة التي سبقت المعركة الحاسمة سنة 1227 حلم جنكيز خان بدم أحمر على الثلج الأبيض، وقد فسر له الحلم على أن الدم يعني دماء أمير التنغوت والثلج هو ابنة الأمير. وفي اليوم التالي هزم المغول الصينيين وقتلوا الأمير، بينما أخذ جنكيز خان ابنة الأمير الجميلة إلى خيمته. وبينما كان يستعد لاغتصابها سحبت الأميرة خنجرا مخفيا من شعرها وقامت بخصيه، ثم بعد ذلك انتحرت الأميرة بالقفز في نهر أطلق عليه الناس
بعد ذلك اسم نهر خاتون جول أي نهر الأميرة. هذه هي الرواية السائدة عن نهاية جنكيز خان مع تشكيك عدة مؤرخين فيها طبعا. هكذا كانت النساء في حياة جنكيز خان. وحسب علم الوراثة التاريخي فقد وجدت دراسة أن 16 مليون ذكر في آسيا مرتبطون بجنكيز خان الذي كان الرجل الوحيد القادر على إنجاب هذا العدد الهائل من الأطفال. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى حقيقة أن يكون قد أعجبكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.